تعلن وزارة التجارة عن اكتمال جاهزية خطة التمويل لموسم رمضان بتحقق أعلى معدلات الوفرة ولله الحمد في السلع والمنتجات الأساسية والاستهلاكية، واللهم لك الحمد هذه الوفرة العالية جاءت ارتكازا على عدة محاور. بدأت هذه الخطة منذ 6 أشهر عبر 4 محاور. المحور الأول هو الجولات التفتيشية التي وصلت إلى 90,000 جولة في كافة المدن والمحافظات والمراكز، أيضا تحققت من وفرة السلع والمنتجات في كافة منافذ البيع إضافة إلى المخازن والمستودعات. المحور الثاني هو الرقابة على الأسعار والتأكد من استقرارها وفق اللوحة الإلكترونية لمؤشرات أسعار السلع. المسار الثالث أو المحور الثالث هو التأكد من سلاسل الإمداد ووصول كافة السلع والمنتجات إلى منافذ البيع. المحور الرابع هو الوقوف على جاهزية المنشآت وجاهزية كافة منافذ البيع لاستقبال المتسوقين ووصول الإمداد التمويني إلى المواطن والمقيم. أخضعت الوزارة عدد من السلع إلى المقارنة وإلى الرقابة الشديدة طيلة الفترة الماضية وصولا إلى اليوم، ومقارنتها بعدد من دول الجوار والدول العالم أيضا، ولله الحمد هناك استقرار كبير في السلع الأساسية وكثير من السلع الاستهلاكية، بل أن بعضها ولله الحمد شهد انخفاض في السعر، وبعض السلع هناك ارتفاع طفيف في الأسعار. وتعمل الوزارة على معالجة ارتفاع الأسعار من خلال مسارين: المقارنة بظروف العالمية التي طرأت والتأكد من هذا الارتفاع هو بسبب الظرف العالمي، وهناك التلاعب بالأسعار والتي ولله الحمد تم ضبطها من خلال 9,000 مخالفة تمت خلال الشهرين خلال رجب وشعبان، وكانت هذه 9,000 مخالفة نصف هذه المخالفات كانت في ارتفاع الأسعار.